مانتا والسلامية عيد مبارك رمضان كذا إنك كذا ماضي الله هنا كأقبل رمضان مسلمين تورن سومالي إن إله هينو كا هينو كبت باديو إن خيانة دقود إمبريالد وأي كودو ما أنت حالك وحنك سو هذلا يا هال موضوع باندوري يا إنك هالله حرير كبونتلان يا فدرالكا ما حي السجود عن وحاجرب تالا حسن الشيخ محمود بدي حيونا قرنك يا سعيداني بدي حيونا بونتلان ينا ما حي السجود عن هاي انتركونكتر كاء ماشا وحندونا هنا أنت أنا قاعد وجهضله سيد شعبك الصومالي أنا هو عيل قلينه أما كبنت لامبا أما شعبك الصومالي أنا بقى أنا هو عيل قلينه وإسقبت كاسي وحاء الصومالي كم هم هذا ومهما الصومالي ما هو مهما أفريقيا وحيت له ذا لبم رودي ماشا إسكت دجالان عوس كأي كوبا با عوس كريم كويا نوا بابا يمركز دجالين مكتوب ولا جواوين ولا جواوين حق جواوين مكتوب مركا دجال كاسي هل سوين بالصومالي أوكيانا أم أوكيانا يابا مركا عن صوب لابو حسن الشيخ يا حسن عداني وين وين السعودين حسن الشيخ دور الشدي لبق أفر تمام الجبلات شن تمام الجبلات الجبل هذا بنتلان يا جبلان ولا يراه دوا دارات بها استبدح كا أما الدواء ولا لا ده اسكبر له لكن ما دارات بها كها ومش حسن الشيخ لقى صوت دوستي الجبل هذا هير شبيلة يا قلب مدقنا ونمنها ويا ما ضحكها هنا ومش فرماج اللي قد دورته أما لقى تاجر سنة ليش وين في يعني شو هذا إنه ربنا ويا قبيلة ما هي تاسي وحوي إس حلفاء سياسات وكل من بدأ أما وكسها كده بتغير هي إس حلفاء س قبيلة ذاد ويا قبيلة وكسر وين بابين إسا أردو هالك مريسة حسن وكو جولستي لعبوا عالفي عرض بدن ومعارض بدن باجري ومعارض بدن ومركا كسور جودي نمضي نور وحواس بيرسلين شيشانه وكدن بي ودبدا لغي ريحي ونمضا نور وشيشيها نبي قو قرتي وحيا بدن وشيشيه دون يقول قبطه وحيا بدن بي متقانا اد او ده مصير الصوماليات اذا كي بدا يورو بي جوغي متقانا بي كسارتي ام سوم بي تايم تيبل وقبطي وحي جوجي سيد مامين دولدها درسك اي فرقلنت اي كوهيان دالك بي قليان مركا لغرها بكوه ومتقانا كجوغ بانديتك وحيا مدونو دي بسيريا بي قبتر متقانا امارات كواتي اريان سلو قوذ واتي حنان عيدن قوذ واتي اريان لعاق يسود اريان لاروش دالك لوكا لايبين اي واتي قبتر سوحا صورن مركا حسن دي وحاسو ساري قبالا دا بكسو بحي فراجر قبالا دي رباح تاقيري لكن مركي بحسن جرتي وبدلي وحيشيس قالوا ها سيدي سعداني ويوضا ثرتميين لكن سعداني وحيشوسي سعداني باك كتيرا هوري مركي هوري وطيرا دكا هوري نماركو هلي هادان سيوكو وريجي وحيكو هشي اما نفلنا درين انكو هشي ان مركا كي بضحوين هلا ومضحوين نقضا كي كلا البرام نيسر قولا دكا ووسيو واسحلو فنسك السياسي يسيدا وكاقدو يكام قبيالة مركا سعدنا مركي وبرسكو فرمو غبتي مركي حسن قول السي وحوري صدح سنة أيام وحن كنت ذالي وحن كشقين هذا بطل عمنا وش غاي مورا وحن كشقين إيمان فرماجة ميشا كسارو استير ومد غلطة كلا دي حلفين سيساس هذا قوي وبصير صومالي أركال لسماهان مركا حسن مركي با دو كجب حس عدنا وحس كوا غير إنه كمان غرب برايم نيسر ما حكوا دور صدي سياق عد بضاي حكوا دور صدي حف رباجة كجب دور صدي حو شيخ شريف كجب دور كجب أحد المبارس وين حري لما يقو إنترس يوم بجري بركل بعض إنه هرت إنترس كواجرة وساس وعي لكن أرن مسيري وكعروس بجر صتاس أرن مسيري وكعروس بجر تا ما حيت هاي حسن شيخ تو ثالث تو ألف كبر كيلو دور طيبة بركيبا وحو كو دقاقي بتقانا واتيم ان اوباما يارا وان كو قوسنينا مركيبا غانتا لوو دغاي وحو موقالسا مركي واركا ولا سو ساراي سببتو اه وحا لا دونايا قف شيشايو اما مرت قني منك شيشايها دبودا غانتا كو هاي اي غلي شابتر 7 كا نيم اي حيين او عوس يبي مدات سانا او وحي ربان اسا حيي ربان مرمى نيم بي ميل كا اركي نمبر نيم بي كار هي كي وا كو كعيان بر مركي ور عبد الله يوسف واغي اي دورنين waxay ka soo horjeedeen ninka la yiraahdo ninki bitaqaan madaxweynaha carta lagu soo doortay Cabdul Qasim bay ka soo horjeeday Cabdul Qasim shan iyo toban sano wasiir soo ahaa wadanka caanka shan wasaarad buu wasiir ka soo noqday waxa wadanka caanka buu ahaa marka muu ogalaanay faragelinta sheegay miskaga xiray laakiin qabiilkiisa madaxtooyadii inuu soo gal u diiday oo deegaad ku xiray
وحنا كدن بيدك شيء كدن بي ما دام سكر اللوفر قالوا وايبا قبل كيس هوس لك عيال اللي بدحتوينا يوسف سو قال شركة اللي لقوا قبت النيروبي بعدنا عيال الله صاري عبد الله يوسف بي أركان وحيك قرن بعد أخرى وهو بصير تهذا واقف بحيك قرن بعد كي وانا قام كل دقلا وانا ولا الكدلا وانا منحة لكن بي لهذين هل كي كأركان لكن نك نشيس كو كلهم قال كذا بحماية وحنا هرب الله يو سيد ما هرتكوس الحشان مالتا يبعد ان جبهدي حقي جبهدي امري مدحونه اورداي حبر كسو جيداي ما لو ياري قول قارا لغلي تليانيا لو ديري سبتو قولدان ديسن عداغو نكاي ربي يكو رايغودا كاي ربن بي هلال عبد الله يوسف بي كارك ما داما اي قورنتا هيبا او مبلغ لا بيرديو ما تكا خن كرتا اي قورنتا نين كار واسا واسا لكن هشيسكو كولو غلا كاغا بخماي انتا ساي كو فرحسين هنا كو كانن موقتا marka qoladii xamar waxay u direen ninkii bay u direen talaaniga u direen ana fiican qaran qoray lahad qoliyo talaaniga wuxuu isku sadaa dawladdii baa iska riday isku sadaa intaas oo sara soo maray saasniga laata sara lagu jiraa marti inta laga joogo isku sadaa waxa ma qaban kartaan dawlad waa keenay kamid idinkii heshiis waay international kumurtu waxay doonay waa beebe hadiya nimankan in haweey tartanka kula jira abdullah yusuf bay doonay waa ma badda group yar waay hada ma hada shacab ma laga laakiin madaxnimada intu ordaysay bay weeyaan wax laga hadlaya niyada ka jabinaya saaruur ah waradik maanta in ma rabno maalum qolay rabno moqta inay hawiyana rabid daarow dar rabisa ku ogaada hadda wa inaad waxan aamintaan oo inta qana nisaar cadaag oo ninu ku shaqaysto buu rabaa ma kala jecla hawiya daarood iyo dir iyo digli iyo mirfiya barwaan iyo reer xamri ma kala jecla ninay ku shaqaysan bay raadin marba ka siiraan kan qolada kale bay laabaya waxaasu dara kasoo gudbi xasan sheekh markii la doortayba markiiba wuxuu ku dhaqaaqay bitaqana wax la yiraahdo exploration oo qoliyiiba bitaqana exploration butula uu ka reeb wuxuu ka reeb butula cid og ma jirto butulan wuu ka reebay oo waa bilowgii bahayd bitaqana butulan wuu ka soo reebay ee waxay noqotay kismaanyo tuu bitaqana maartay meesha la yiraahdo galmudug intaasuu laba shirkadood loo diray marka butulan halka waa ka reebay waa qodob inuu halkaa ka reebay markiiba 2015-kii madaxweynihii afar safaarad baa shiray oo reer galbeed ah xamar bay ku shireen waxaa lagu sheegay mudug oo dhan in lagu soo wareejiyay galmudug galmudug markaa maxay tahay maamulka galmudug la aqoonsan yahay waa xubyo iyo xaafada baraxley ee ku taala gaalkacyo mudugta kalena maxay tahay gaalkacyada kale oo afar xaafadooda dariiban iyo mataqaanaa meesha mataqaanaa garaacada dekedda meesha lagu qaaday meesha u dhaweyd ajirima way taas iyo mahana tii kale galdogba ay idhaahdo intaas in lagu soo wareejiyo butulan lalama tirsano bal hadda fiiriya halka waa xasan teerbuunkii ogaada in waxaan inay hadda soo bilaaban baan idin sheegaya isku hayntooda labadooda ay jagay isku hayaana aynan waxan waa iyaka ka dhexaysa laakiin arrimaha masiiriga ee gunta yaala ee aynu isu sheegayno aynu u baahnay inaan ogaana idin sheegaya halkan waxaa idinku soo diray Mr. Cabdiwali Gaasbaal xanaaqoo yiri oo soo loogu dir kaana kii aan ciidamada weydiiyey yeeli maayo kubana biiraya meel kama goyn karo shaqada isku maanu leeyeen markaasaa loo yeeray madaxweynihii markaa gal midigta yarta joogay degmiye xafada general general Hebel maartay hadda secretary waa nool yahay Allah ma Allah caafiyo Allah maartay sharfo hadda waa fiican yahay kaasaa loo yeeray warqad baa loo dhigay la soo saxay waxa la dhigay gal mudug oo dhan maamulka ay ka tirsantay inay isku dhacaan baa la doonay in islaayeen baa la doonay bal hadda fiiriya warqadii markuu qaatay oo qaatay baa Cabdiwali Gaasadle markuu soo yiri madaxweynaha galmudug markaa uu hadlay uu yiri fad ama hafadi way ka fadsiyay buu waa lagu khasbay diid aan hadii waa lagu khasbay waa jaha dagaalka waa bilaabmaya murtu waa teerbuunba marka ay arrinta halka marayso oo butulaan madax dhulka la dhacay xanaaqsantay Cabdiwali Gaas baa joogay prime minister baa joogay fiican wanaka aan aaminsanahay prime minister hadda soo maray ilaa kumeel gaarada ninka ugu qiimaha badnaa buu ahaa waxa weeyaan cabdiwali sheekh axmed cabdiwali sheekh axmed dadku yuul bay u yaqaanaan yuul kula caymaha waa xiirana waay ma xiirana la yiraahdo aftalan yuul saaxiibkay buu ahaa oo nifican marka xiirana prime minister kiba wuxuu ka tagay garow isagoo cudur la tashan kumatu lan buu la shiray maxaa ka qaylinaysaa oo ka qaylinaysaa oo tasaacna kan oo war kaalay heshiis baa kala saaxanay heshiis baa waxaas waxa kuma jiraan buu madaxweynihii iyo shantii safaaradood ee sheegaya warqadda saxaaxaan prime minister kibaar waxba kama jiraan aan hadda heshiis waa saxaan horle federaalkiinaad ka mid tihiin meeshiina idinka waa aasaasoo garoowun iyo garoow war nimankii sameeyey baaba tihiinba horta ninkaas waa soomaali buu u hiiliyey maaha oo kale puntland u hiiliyey laakiin soomaali oo dhan buu u hiiliyey
dagaal iyo burbur la doonayo inay labada qol isdagaalaan waba isdagaaleeno dhowr jeer baa dad xamar iyo beenaha laga soo qaaday oo dacis wato oo lagu sheegay shabaab banaanaha lagu daadiyo qarxiyo kaalkacyo qarxiyo badan laga sameeyey qarxiyo badan waxa looga sameeyey xagga koonfurta ay ka soo galaan noortay geeyeen waa qarxinayaan waa qal markii dib waa la qabtay dhalinyaro yar yar bay hayeen maxkamad baa saar dilbaq lagu xukumay intii la qabtay markaas ay UN ka xamar joogay soo ordo lagu waa caruur nimanka maxkamad saartay haddii ka soo diray ogaada يا سوق عرورت يا دنيا سو ساري ليدي وركا جوج وكا ديدي عبد الله قاس ارض سوا لوغي اسين ارض سوا لغا مارتي وكا مر قادن ارض سوا تير جوجي سيدي بو جوجي محكمتي تاس هو تيرم كي كواد تيرم كي لبا دالو سو غدبي تيرم كي مركي لو سو غدبي حسن وحو سمايي مركي با اكسبلوريشن كوميتي بو سمايي غاس كا يو خور خيرات كا سومالي مركي اون اكسبلوريشن بو كوبلابي تن اكسبلوريشن كوميتي بو شقاديسا كا بلابي غودي او متقانا ان ماركا خيرات كا يو بخييا كونتراديدا بخييا وخاسو متقانا ماركي ماغاخا بوتلا وا كاريباي دارود وا كاريباي ديغلان مريف وا كاريباي غروميدي كليت غروما بيلا بوتفافلم وا كاريباي افرينو اسكو هاي بو كدغاي وخاس مخاي هاي حل اسكو دحو حل اسكو دحو باي هاي كون هاقيليا كون هاقيليا كون هاقيليا كون هاقيليا دغنا هو دغين لو جوكسن مايدا سوخوتا انت اسا ما تقانا ايدنا ساسا لو سومري مركا waxa wayan dagaalka socda hada wuxuu u socdaa dagaalka socda hada wuxuu u socdaa Soomaaliya si xooga loo qabsado dastuurkan la bedelay tara keentay waayo farmaajo intii uu joogay waxaan sheegay waxa laga nasi faragelinta sheegeed baa lagu xiray marka waxa la wada qabaailka Soomaaliyeed sida ma taqaan qabaailki classification baa sameeyeen classification taki gumeysi soo galay qolo hubka qaadatay oo way la dagaashay oo dagaal bay la gashay qolo way maartay way soo dhaweysay qolo maartay daartay xoog baa lagu jiray dheerihi baa lagu fashay asidooyinkii uu bilaash ama labor cheap labor lagu shaqeeyay qolo dadkeedii khasab baa la yiri wabiga ciinkii sameeshay kanaalada saxdan aan biyaha iska keenina waa ku dhintay kale asayla loo bixiyay qolo ilaa hargeysa aagada berbera ilaa maarta berbera iyo sheekh xamiis jira todoba shan mayl inay soo jira baan u maleeyna ma hubo todoba tan iyo shan mayl in saa kurka loo qaado minis dadka waa la mahdilayaa in kursi lagu soo qaado marba ay qaadaan marba ay qaadaan ayaan dhawd baan ka sheekeynayay wariyaha iyo jeneraal oo labada reer hargeysa ay ka sheekeynayeen dadkii dhibaatadii waa berbera ilaa marka waxa weeyaan dadku way ina barteen dadku way ina bartay gaalada way ina bartay faraaciisan cadaan way ina bartay marka waxa la leeyahay qoladaasi saas way soo dhaweeyay waa qoladii naqaad jirtay qolada yar waasa qoladan waa la ina bartay marka waxa way inakuna waxa maynu ogin haa wiil daaroodii dii marfi waxa siin ku jira sheekada marka unless inuu waxa ka baxno horta bimi waxa halistaasiin Soomaaliya halistaasiin ku jira halistaas inuu ku weegaarsan oo loo baahay inaynu mataqaana inuu ka dadaalo marka Puntland horta saas ay calaamad u saaran tahay this time waxa la yiri nin daarooda ma rabna la yiri wadi in balan english ay ku sheegay nin daarooda ma rabno waayo daaroodku ma rabaan dalka in mataqaana la qabsado kuwii maqraab ay weli raadinayaan wiil baan arkay shawhara oo twitterka isku soo qoray wuxuu yiri saudi oo faala mid looran jiray oo somali nationalism sigistiski qori jiray wuxuu yiri ninkaasi wuxuu qoray daarood waa soomaaliyeen wuxuu u yahay soomaali weyn wuxuu u yahay wuxuu doonaya majority uu ahaado miskiin baan yiri war isagu dadkiisa uu caayaa marka soomaali oo dhan baa soomaali weyn ah cid soomaali weyn aan ahayn ma jirto laakiin individual lagu shaqeysanayo oo qabiil walba waa leeyahay qabiil aan lahayn dad lagu shaqeysanayo ma aha way jiraan marka waxa weeyaan hadda waxay iska dhaadhiciyeen cabdirashiid wuxuu ku duulay ethiopia oo madaxweyne daarood buu ahaa prime minister kitu ahaa siyaad barre daarood buu ahaa ethiopia ku duulay maxaan dhahay to cabdullaahi yuusuf in badal qaybsiyo waagi buu diiday waxay ahayn martay dafaryama shay u dhamu saaray marka waxa weeyaan qorta qolada x baa la saaray حسن مانتا قولادا او لدغال لما يقول لي ماشي كسر وادارو this time وادارو كونفرت سومالنا وحبو الشاغي او وحوري لما حسن مان كان لغيان مدحوانا كوحيان كيدون كو قاعتا مر وحوري مدحوانا كوحيان كوفر قاعتا كونفر مر مقول وداها يا وحكي وحكي كما تشنا مر مقول بس كيبا لك لقيمة دبار الرول بالله سمينا يا واسيدي سدح دي سدح دي دي من عد من عس من مدر ولا نهاية متقنة اللي ما هو أركو يريد تلا صاحبي وركع هذا أنا إذا كغبت والدين صور راعي كيف بدري وركع ما دوان كغبت كي كله كي كلام ركيب وحني سند حدي مدح وين سند حدي دم سيدي بكوحني ما أنت وحال الدار وحال عنا للي بريد دجال مرف بحال عنا للي ما أنت كوحني وحال عنا در حال عنا للي
ما أنت كوسي التهوية لوسو جنسية ما أنت تقول حتى كونفر قلبي ما أنت أنت كراتي بعد لوسو جنسية وحوال دل كان أنت إنه قل لي قال له أنت إيه قرة عبد السلام بارحي أنت إيه قرة وحوى سد حديد دب أريد هذه بس ما لكوس عطا أريد بطلان كل يوم أنت معها مركز سوات بطلان لولد ده قال ميا وأريدها وحكى له ترى إذا شيء إن ممكن لا يراه خاتمه ما عمل بس مثلاً وانت أسوي ونقال وحوي وهود ومارتشال والسنة وغير غيره هذا أنا حسوا ما غوصني 2015 كذا عبد هبل نور عبد النور عبد النور وكنت رجال مذوقة وانا هبرق عي عيرة نبي قيمة بدن والصوماليات وحول حسن بوي من يقعد دياسن حول ولا له عبد الله بس ما هو تقارن لكن نان سنو ما قال إن قف سنة عني سدوس رجال غير لو يعرف بركب حول ولا له نمن كان ريمارك بس أفتلان ويستقبل إسكوح على الله قال الله قاري ريمار إسكوح عليه نمن كان وقوي الصومالي إسكوح عليه وحلو به هي إن ما تقارن أقوم ستدوي تر الصومالي نمن كان ساعة حتى الصومالي نمو أدونيس بس ورموال تاني نمن كان لما دارا ده رئيس الله دي بان ل اللي تاني نص دحات ما كدر يوتيوب كجير تاني وقتها بركب حاويان أمريكا وحاوية ها سيد أسباب التقنى أن مارتة وموجنة إن أردت ما تقريل كدارود إن لالد يعلم مرحان قاربا لولد يعلم خاتمة قاربا لولد يعلم بطلان قاربا لولد يعلم وحاوية وحاكن قروبا بيلا لديس يا دستوركي وحوا دارك سنسي لوقا يا هابي سيد ألك لوقا قبسة لدون يا مركا بوضب كاس بان دون يا إنا إذا كسو أروريا إن شاء الله بطلان إما فدرالكو اسمها يعني وحسن شيخ أو شيشية أو شقينة أو سيدي اسكريبت لو سوقري ام بفلنيا وحنا لغا سو دياري والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.